بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان الكفر. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على تعريف الكفر، وسنتعرف على أنواع الكفر، وسنعرف الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. أولاً، تعريف الكفر. الكفر لغة هو التغطية والستر والجحد، أما تعريفه شرعاً فهو ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، أو شك وريب، أو إعراض عن الإيمان حسدا أو كبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا من غيره. أنواع الكفر. الكفر نوعان، النوع الأول الكفر الأكبر، والنوع الثاني الكفر الأصغر. أولا، الكفر الأكبر، وهو كفر مخرج من الملة، وهو خمسة أقسام. أولاً، كفر التكذيب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثواً للكافرين. ثانياً، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثالثا، كفر الإعراض. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. رابعا، كفر النفاق. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خامسا، كفر الشك. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أنواع الكفر المخرج من الملة. ذكرنا كفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر النفاق. ثانيا، الكفر الأصغر، وهو كفر لا يخرج من الملة. تعريفه: هي الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. مثاله: أولا، كفر النعمة. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثانيا، قتال المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ننتقل بعد ذلك إلى الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الفرق الأول أن الكفر الأكبر يخرج من الملة، أما الكفر الأصغر فلا يخرج من الملة. الفرق الثاني أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الكفر الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. الفرق الثالث أن الكفر الأكبر سبب لمقاتلة أهله، أما الكفر الأصغر فلا يبيح قتال أهله. الفرق الرابع أن الكفر الأكبر يمنع الموالاة والمحبة الشرعية لأهله، أما الكفر الأصغر فلا يمنع الموالاة مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. الفرق الخامس أن الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الكفر الأصغر فلا يحبط الأعمال لأنه من باب المعاصي. ختاما عزيزي الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. عرفنا فيه معنى الكفر لغة واصطلاحا، وعرفنا أنواع الكفر، وعرفنا الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.